خليني اكمل او استكمل كلام كمان كريم. والنادي الاهلي مفروض بقى، وده الخبر الحلو، الناس كتيره كانت من الجماهير منتظره ده، او ده العادي مع النادي الاهلي، يعني هو دايما بيكون مركز في الامور دي. هو هينظم رحلات مجانيه لجماهيره، طبعا للاسكندريه بكره، عشان يكونوا موجودين مع الفريق في المباراه امام الاسماعيلي، طبعا هيكون بملعب برج العرب. طيب التفاصيل ايه؟ هيبدا تجمع مفروض الجماهير اللي حابين يروحوا بدايه من الساعه 12 الظهر، هيكون قدام البوابات بتاعه فرع النادي بالشيخ زايد تحديدا. هتتحرك الساعه 1:30 ظهرا، يعني الساعه 12 التجمع، تحرك 1:30. اعتقد دي خدمه مميزه جدا، صحيح. تقديرا كمان لجماهير الاهلي كالعاده. طبعا دي مش حاجه جديده، ومش اول مره النادي الاهلي يقوم بمثل هذه الامور. بنفكركم برضو ان ده بيستوجب اصطحاب كل مشجع اهلاوي تذكره المباراه، ده رقم واحد، وبطاقه الفان اي دي الخاصه، يعني عشان ما يحصلش اي مشكله ان في بعض الناس ده بتروح في المباريات للاستاد توصل يبقى معاها التذكره من غير الفان اي دي. الرولز زي ما حضراتكم القواعد معروفه، ما ينفعش حد ابدا هيكون يقدر ان هو يسافر او يكون متواجد مع الناس لو معوش الاثنين. فياريت محدش ينسى الفان اي دي، لان ده مهم جدا. برضو ممنوع اصطحاب اي ادوات تتعارض اكيد مع سلامه الجماهير والمنشات، سواء اثناء احنا بنتكلم السفر او خلال كمان المباراه، عشان يعني منعا للاحراق كمان. في ناس ممكن ما تاخدش بالها، بس يا ريت نركز في الامور دي. هنقول بالتوفيق لفريقنا، وان شاء الله للجمهور، ويرجع فرحان ومبسوط، واحنا كمان نفرح وننبسط ان شاء الله اللي بيتفرج حتى من خلال الشاشات على هذه المباراه، وتكون مباراه حلوه. انا مش بس انا من الناس يا كريم، مش من انصار اللي هي مباراه تكسب ولا تلعب. بصراحة أنا مش من الناس اللي بحب الجملة دي، أنا بحب المباراة تلعب وتكسب. أنا بحب أتفرج على بطولة بنتوج بيها، بس بحب أتفرج على لعب كمان حلو، أكيد. يعني بيبقى فيها متعة تانية. دي طبعا. دي وجهة نظري. طبعا.